هذا يقول: رجل يشتغل في شركة وأمره المسؤولون فيها بأن يأخذ من لحيته وإلا طرد عن عمله. يا أخي أنت مسلم، والمسلم يبتلى ويمتحن في دينه، أصبر على دينك ولا تأخذ من لحية، والرزق بيد الله عز وجل، الأرزاق كثيرة والشركات كثيرة والأعمال كثيرة. إذا ما تيسر لك تعمل عندها الشركة إلا بمعصية لا تعمل بمعصية. الله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فتمسك بدينك، وإذا لم تجد عملا عندها الشركة فهناك أعمال أخرى، شركات أخرى، والحمد لله.